كورونا فيروس، هذا الوباء الخطير الذي قلب موازين العالم رأسا على عقب بسبب سرعة انتشاره الرهيبة في وقت قياسي وسرعته الأكبر في حصد أرواح البشر. أرقام مخيفة يتم عرضها يوميا عبر وسائل الأعلام استدعت من جميع دول العالم أخذ التدابير الوقائية اللازمة، وعلى غرارها الجزائر التي سجلت بها 11 حالة وفاة. وفي ظل التسارع الخطير لانتشار هذا الوباء، كان ولا بد من تضافر جهود الجميع بما في ذلك الجمعيات تحت شعار وعينا يحمينا والوقاية مسؤولية الجميع. أين قامت الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان المكتب الولائي عين البيضاء بولاية أم البواقي بحملة تحسيسية توعوية في عديد الأحياء وكذا من أمام بعض المؤسسات الاستشفائية وسط المدينة؟ تم من خلالها تقديم نصائح قيمة وتوزيع مطويات توعوية على المواطنين الذين استحسنوا هذا العمل الخيري، معربين عن شكرهم وامتنانهم لكل من ساهم وتطوع ومد يد العون لغيره لمجابهة هذا الوباء الخطير. وتبقى الوقاية مهمة الجميع، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. السلام عليكم. نشكر الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان للمكتب الولائي للولاية المنتدبة عين البيضاء التوعية هذه والحملة التحسيسية. والله مبادرة، واش راح نقول لكم، استحسنوها محسوبها من المواطنين اللي راهم واقفين كل هنا، استحسنوها. واش راح نقول، ندعي ربي سبحانه يوفقكم. وما فيها والو اخويا، ما فيها والو. انسان كي يقول لك واحد اغسل يديك، وربي سبحانه قالنا اغسلوا يا اخي الغسيل مليح، نغسل اخويا يديا مليحه نظافه يا اخويا، ربي سبحانه امرنا بالنظافه. والحاجه اللي نلقاوها زادت على سومتها كي الدقيق والبطاط، نبدلوا اخويا كي يحبس الدقيق ما نموتوش بالشر، ناكلوا بطاطا ندوروها مكرونه ما كان والو اخويا. والحاجه اللي نخليوها راهي تهبط. وهذا ما نقول لكم، مبارك الله فيكم وربي يعاونكم اخوتي. هذه راهي حمله للتوعيه للمجتمع نتاعنا بصفه عامه، جزائري وكان من اي ولايه ومن اي دائره، نحاولوا هذا المرض ما نديروش بتهاون، باللي هذا الشيء هذا راه ماهوش حاجه بسيطه، وما نخافوش منه بكثير. عنده حلول، هي وقايه، هي نظافه، فيها اوصاف، فيها اشكال، فيها امور. الانسان يكون عاقل ويكون واعي، ما يديش الشيء هذا، قال الشيء هذا راه ما عنده حتى معنى، ما نديرش اهميه. لا، راك تضر روحك وتضر خاوتك، تضر انسان كبير وصغير، تضر الفايت، تضر اللي جاي اللي رايح. ونزيد ننصح خاوتي، نظافه بسيطه جدا هذه من صفه المسلم، انه لازم يكون نظيف. بلاش المرض هذا ولا بحاجه اخرى، لازم نكون نظاف. الماء كاين، الصابون كاين، نتفاهموا ونوعيوا الشباب. كي نشوفوا انسان كبير ما يعرفش نعتوله، كي نشوفوا واحد شاب صغير ما يعرفش نعتوله. وخوتنا التجار، حنا رانا امه محمد، رانا ماناش من جيل اخر، حنا رانا امه محمد. خوك راهم كاينين ناس، كاينين شي ناس انا نعرفهم، انا انسان ساكن هنا في مدينه عين البيضاء، نعرفهم ياكلوا اكرمكم الله من البوباله. انت اليوم تروح دير لهم طلبات 12000 باه، كي ديروا الشكاطه دقيق 135 باه. كاين الناس راهي تمل كشما في شرط كشما ينوب عليها ربي بكيلو تاع دقيق، تروح انت تقمح خوك مسكين، الناس تاكل من الزباله. انا نعرفهم شخصيا، كبير وصغير وناس ما تستاهلش. نكونوا خاوه، نرحموا بعضنا، هنا هو يبان الانسان المسلم. لان محمد صلى الله عليه وسلم قال لكم رفقكم بعضكم، راكم خاوه. انا نرفقي خويا، هذه اختي، هذاك خويا، هذاك اللي فات، نرحموا بعضنا. لانه راهي مرحله، ولا حب ربي سبحانه بالدعاء والدواء والوقايه يرفع علينا ربي سبحانه هذا البلاء، وما نشوفوش روحنا باللي كي جانا المرض هذا ربي عفنا. لا، هذا امر تاع ربي، هو على باله واش قاعد يدير. والانسان المؤمن هو يبليه ربي قدر الايمان تاعو، بليك ربي سبحانه شاف فينا خير، بلانا بشي هذا نصبروا وندعيوا ونقدموا اسباب. مساجدك تشوف فيها خوتك كيف تغلقت، هذه شيء يعني شيء يعني يا سبحان الله، مكه المكرمه بقى غير الحمام يدور ويزعق ويزد ربي سبحانه. رحموا بعضنا، نطلوا على خوتنا، كاينين شي ناس هم يخرجوا ما عندوش، علاه هو يحسب يخرج يقول لك نعطيني، لانه هذا الانسان عنده. قالوا يحسبهم الجاهلون اغنياء من التعفف. انا نرحموا بعضنا، نطلعوا على بعضنا. اعي خويا انا عندي 20000 في الجيب، ندي ب 10000 ليا لولادي و 10000 نروح نطلع واحد اخر. قامت الجمعيه الجزائريه لترقيه المواطنه وحقوق الانسان المكتب الولائي المنتدب عين البيضاء بحمله تحسيسيه على مستويين، وقايه صحيه ووقايه مدنيه.
فقامت الجمعية بتقديم مطويات على المواطنين، وذلك للتحسيس على هذا الفيروس كورونا الذي أصاب الأمة الجمعاء وليس غير مدينتنا. ونتمنى من الله عز وجل أن يشفي جميع المصابين وأن يهدينا سواء السبيل، خاصة المواطن لابد ويجب عليه تقديم كل الإجراءات التي قامت بها سواء الدولة أو سواء الجمعيات أو سواء المنظمات أو سواء خاصة وزارة الصحة أنها تقوم بإجراءات لحماية المواطن، فواجب ولا بد على المواطن أن يستجيب ويلبي لهذه الوقاية على أقصى تقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كرئيسة الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان الولاية المنتدبة عين البيضاء، جينا اليوم في هذه المدينة العريقة في يوم جمعة مباركة بين نلقاو الناس كل قاعدين ونديروا هذا الحملة التحسيسية لتوعية المواطن. قمنا من خلال هذه الحملة في توزيع هذه المنشورات للمواطنين ووعيناهم على النظافة وغسل الأيادي بالماء والجافيل، مش محتم ليغان باسكو ليغان ثاني راهو يحكم الجراثيم، هذا الجافيل خير منه بيسك هذاك يحكم غير ساعتين برك، هذا القفازات يحكموا غير ساعتين، اما الماء والجافيل هو على 24 ساعة على 24 ساعة، ويديروا لي بافيت ويحاولوا باللي ما يخرجوش لبرا يحكموا الديار، اذا ما عندهم حتى خدمه نتاع برا محتم عليهم من الاحسن يحكموا الديار، بيسك هذا الوباء هذا ما ندريوهش. الحمد لله احنا اليوم احنا ما عندناش هذا الوباء وما لقيناش هذا الفيروس في بلادنا، اما الوقايه خير من العلاج.